المبتدئ او المحترف دا يستخدم وسيله اللي هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا شلون توصلها؟ يعني هو المبتدئ او المحترف ما يفرق، ولكن خليني اوجه فد رساله من خلالكم. انت سالت قبل شويه شنو اغرب حاله ابتزاز، وهذا الشيء اللي يصير. انتبهي من رابط دزك يا ولد تعرفيه او تحبيه، او انتبه من رابط اغنيه دزك يا بنيه تقولي شلون واحنا نثق بهم ونشوف ريلزات والى اخره. احكي لك فد حاله اتصلت فيها من خارج العراق قبل ايام، بنيه دازلها ولد رابط وقال لها انا راح اساعدك بعمل الكتروني وتجاره والى اخره. فتحي الرابط، قال هذا برنامج نصبي بحسابك، تدري يطلع لك هاي ديجا وهل انت موافق؟ 99% من البشر يقول نعم موافق، وهذا خطا ما يقرا الشروط. فواذا به هو برنامج تجسس على شنو؟ على موبايلها. تجسس، هذا برنامج نسميه parent to child observation. الاب يراقب ابنه، مراقبه الاب للابن. فهي منصه برنامج مراقبه في جهازها، وين حتروح المراقبه؟ لهذا الشخص اللي هي تعرفه اصلا، يعني هو صديقها او معرفه معينه. نعم. واذا بي ماخذ كل صورها، كل معلوماتها، كل كونتاكت نمبر مالتها، كل شيء، ودزلها هي على 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 احدى وسائل التواصل، قال لها شوفي هاي انت، واريد منك فلان شيء فلان شيء فلان شيء، وهذا رقم زوجك، وهذا رقم ابنك، وهذا رقم عائلتك والى اخره. بنيه خابرة تبكي تقول يعني وما اعرف، انقطع التواصل وياها، انتحرت، شنو صار بيها ما اعرف.